مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. معانا خبر خاص بالمنظومة الجديدة، تعتبر ضوابط والشروطات التخطيطية والبنائية بداية لعهد جديد للامتداد العمراني المنضبط على أسس إنشائية علمية لإعادة تنظيم عملية البناء وإنهاء حالة العشوائيات. لتفاصيل أكتر إحنا معانا عبر الهاتف سيادة النائب المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب. صباح الخير يا باش مهندس. صباح الخير، ازي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة وكل المشاهدين بخير يا رب، وكل مصر بخير دايما يا رب. خليني أسأل حضرتك في البداية، يعني هل نحن في المرحلة التجريبية بالفعل، ولا احنا في بالفعل تم التطبيق على جميع المحافظات وتم التطبيق الفعلي؟ شوفي حضرتك، احنا حاليا في مرحلة التطبيق الفعلي، لأن مرحلة التجربة كانت في شهرين، شهر 5 و6 اللي خلصوا، وكانت المرحلة دي حضرتك في كل محافظة كان مختارين، الحكومة مختارة حي أو مركز مدينة يتطبق فيه. يعني مثلا الجيزة كان فيها حي جنوب الجيزة بيتطبق فيه أو بيتجرب فيه المنظومة الجديدة، ويخلصوا في شهر 5 و6 مرحلة التجربة. من 1/7 الحكومة فتحت المجال للتراخيص في كل المحافظات، في كل الأحياء ومراكز. طيب خليني أسأل حضرتك عن يعني أهم ملامح الاشتراطات البنائية الجديدة والخاصة بالارتفاعات، وهل هي مرتبطة بعرض الشارع كمان؟ طبعا، هي يعني المنظومة الجديدة مرتبطة ب يعني عرض الواجهة مثلا، حطوا إن هي ما تقلش عن 8.5 متر. عرض الشارع حسب قسموه ثلاث فئات، لو أقل من 8 متر هيبقى عدد الأدوار أرضي ودورين، لو من 8 متر لحد 12 متر هيبقى أرضي وثلاثة، لو أزيد من 12 متر هيبقى أرضي وأربعة. الكلام ده حضرتك متوقف على عرض الشارع، زائد في اشتراطات تانية تخص المساحات الخاصة بقطع الأراضي. يعني مثلا الحد الأقصى لأي قطعة أرض يتبني عليها مبنى سكني واحد هو 4200 متر. المساحات فيما يخص برضو المساحات، لو المساحة أقل من 175 متر مسطح بيتبني على 100% من الأرض، لو المساحة أزيد من 175 متر مسطح هيتبني على 70% من الأرض. وفي شرط أخير كده، إن هو في التزام بحقوق الارتفاق، المساكن المحيطة يعني بمسافة ما تقلش عن 2.5 متر من جانب واحد على الأقل. دي أهم بنود الاشتراطات الجديدة اللي هي حطتها الحكومة للتطبيق الجديد. طيب موقف الجراج، يعني موقف الجراج يا باشمهندس، يعني هل هو شرط جوهري علشان أقدر أحصل على الرخصة؟ هو الجراج بالذات بقى يعني هو شرط جوهري، هو كان اصلا موجود كشرط قبل كده لكن ما كانش بيتطبق، فطبعا دلوقتي هيبقى شرط من الشروط ان وجود جراج حطوه لهذا السبب. ده مش بس كده، ده يعني انا شايف في اشكاليه في بعض الاماكن في التصالح نفسه، مش بس في الاشتراطات الجديده لكن في التصالح، علشان الجراجات الناس في بعض المحافظات الناس لما راحت تتصالح على الجراشات، وده طبقا لقانون التصالح، يجوز في بعض الأماكن وبعض المحافظات رفضت التصالح. ويمكن برضو دي يعني فرصة نوجه رسالة لبعض المحافظات، يعني يجب توحيد المقياس والمعيار علشان يبقى الناس كلها تتعامل بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة. طيب في حالة موقف تغيير النشاط للوحدات السكنية وتحويلها لغير الاستخدام السكني في الاشتراطات الجديدة اللي تم إقرارها مؤخرا، ده بيكون إيه؟ لا، الاشتراطات الجديدة حضرتك غير مسموح نهائيا بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير سكنية. تمام. ومش مسموح بعمل أنشطة تجارية داخل المباني السكنية. لكن برضو خليني أقول لحضرتك إن يعني التجربة الشهرين الأولانيين فيهم يعني مشكلة صغيرة أو كبيرة، دي محتاجة إعادة تقييم، لأن أنا معلوماتي إن محدش اتقدم
للترخيص طبقا للمنظومه الجديده. دي المعلومه اللي عندي يعني. فده معناه ان في قصور ما ويحتاج جلسه للاستماع واعاده تقييم التجربه دي علشان نشوف ايه اللي فيها قابل للتطبيق وايه غير قابل للتطبيق عشان نحسن المنظومه. نعم، أنا بشكر حضرتك جدا سيادة النائب المهندس إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. شكرا لحضرتك سيادة النائب.